في المؤشر ملامسات الرشوه اللي كيف قلت كيكون دراسات ديال 13 ديال الهيئات ولا لي زاجونس انترناسيونال اللي كيتابعوه. العموم في جميع السنوات كتكون بين 7 الى 6 ديال الدراسات كداروا مختلفه، وعلى العموم كتكون في اتجاه واحد. يمكننا نقولوا بان مؤشر ملامسات الرشوه بدا في البدايه كيتنقط من 0 الى 10. 0 هو المستوى الجد العالي ديال الفساد وغياب الشفافيه، و10 هي المستوى العالي ديال الشفافيه وغياب الفساد. في 2000 من البدايه الى 2012 كان هاد ليشيل ديال التنقيط، ولكن في 2012 كان واحد النوع من الاصلاح باش تحسن الجوده ديال المؤشر وتكون كذلك امكانيه المقاربه، ودخلوا عليه بعد التغييرات، ومن بين الاشياء اللي تبدلت باش يكون على المستوى ديال بعض المؤشرات الدوليه من ناحيه ديال الشل ديال التنقيط رجع من 0 الى 100. 0 هو المستوى الاكبر ديال الفساد، و100 هو المستوى العالي الاكثر ديال الشفافيه وغياب الفساد. ودونك حنا من 2012 عندنا معطيات ورؤية على التطور ديال الفساد في جميع الدول. تقريبا كاين 180 دولة اللي كتساهم ولا كتدرس في هذا مؤشر ملامسات الرشوة، وعندنا إمكانية باش نتبعوا دولة على دولة ولا منطقة على منطقة، وكاين إمكانية ديال المقارنة. بالنسبة تقريبا على المعطيات على المستوى الدولي، النقطة المعدل على المستوى الدولي هي 43 على 100 بالنسبة لهذا السنة 2023. 43 على 100 كتعني بأنه على المستوى عام العالم ودول كثيرة كتعاني من المشكل ديال الفساد في مستويات متفاوتة. وهذا الشيء راه هاد النقطة ديال 43 على 100 كاينة من تقريبا من 2016 وحنا في هذا المستوى ديال على المستوى العالمي. مقارنة مع المستوى العالمي المنطقة ديال المينا ولا الموين اوريون وافريقيا الشمالية مستوى أكثر دلوا ولا أكثر انهباطا بالنسبة للوضعية ديال الفساد. بالنسبة ومقارنة كذلك باش نكون عندنا فكرة ديال، لأن من بين المزايا ديال هذا المؤشر هو كيعطينا الوضعيات اللي كنا ندير لواحد النوع من البنش مارك بين مجموعة الدول ولا بين مناطق. بالنسبة لأوروبا وأمريكا، كندا وأمريكا 66 في المعدل، دونك المستوى ديالهم بالنسبة للشفافية أكثر تحسنا ولا ميور. هنايا عندكم في هذا لو غراف الوضعيه ديال 2023 اختيار ان سيليكسيون اختيار ديال بعض الدول اللي في المستوى العالي ديال الشفافيه والمستوى والدول اللي في المستويات المتوسطه والدول اللي في المستوى في اخر التلقيط ديال مؤشر ملامسات الرشوه تشوفوا. وهادو غادي نعطيكم كذلك بعض الارقام، وضعية عادية من سنة إلى أخرى. بعض الدول بحال الدنمارك، لا فنلندا، لا نورفيج، وهادو كيكونوا في رأس ديال التنقيط ديال مؤشر ملامسات الرشوة. وفي التحليل ديال على المستوى العالمي كاين واحد كاين حتى واحد النوع من تيست ستاتيستيك كيبين بأنه كاين واحد العلاقة بين مستوى الديمقراطية والشفافية واستقلالية المؤسسات للرقابة اللي كيساهم بمستوى كبير باش تكون غياب الرشوة والفساد في البلاد. وهذا البلدان الأكثر يمكن نقولوا ديمقراطية واللي عندهم استقلالية القضاء هذاك هو دول كيبينوا بأنه استمرارية من سنه الى اخرى هو في هذه المستويات، بحال مثلا الدنمارك 90، فنلندا 87،
سنغافور اللي هي معروفه على المستوى ديال كانت عندها تجربه كبيره بالناحيه ديال محاربه الفساد 83 ست. في المعاكس في الجانب المعاكس كنصيبوا دول اللي في تقريبا هما 187 ولا 188 ست. كاين سوريا نقطه 13 على 100، كاين السودان الجنوب 13 نقطه، كاين اليمن 16 ست. كاين بعض الدول بين الاشياء اللي كاين بعض الدول اللي هما في التنقيط في الاخير ديال التنقيط اللي هما كيعانيو كذلك من بين الاشياء اللي كيمكن لها تفسر الوضعيه ديالهم، هما كيعانيو من حروب، كيعانيو من دي كونفلي ومشاكل كبيره بارفوا دي غير سيفيل اكسيتيرا. المغرب هاد السنه غنشوفوا بالتدقيق من بعد عندنا نقطه 38، يمكن نقول لكم 38 على 100 هي النقطه اللي كانت عندنا السنه الفارطه، ما تحركناش، ولكن غتشوفوا بان بالنسبه للترتيب ديال المغرب كاين واحد التراجع كبير، واخا تبقى عندك النقطه ديالك. وعلى العموم دون لابسوليو 38 على 100 هو كيعني احنا حللنا سنوات الوضعيه ديال المغرب من هذه الناحيه وقارناها مع مؤشرات اخرى بحال الباغومتر الدولي ديال الفساد اكسيتيرا، هي وضعيه تتعني بانه حنا في وضعيه ديال الفساد العام المعمم وكنقولوا عليه سيستيميك، ماشي داخل في الوضعيه العامه ديال السيستيم ديال البلاد، ماشي شي حاجه عابره ولا هذا داخله في هذا، وماشي سنه ولا جوج، حنا كنهضروا على تقييم ديال 25 سنه ديال الوضعيه ديال المغرب. بالنسبه للترتيب هذا عندكم كيف الدول اللي شفنا قبل، النقطه هي اللي كتعطي الترتيب ديال الدول وتابعا النتائج ديال الدول الاخرى. عندنا كيف كتشوفوا هنايا اول دوله اللي كتعتبر هي عندها الترتيب الاول هي الدنمارك، تابعها الفنلند، تابعها نوفل زيلاند، تابعها النرويج، تابعها سنغافور، وحنا ماشيين. فرنسا في الرتبة 20، لا غروند بريتان في الرتبة 20 كذلك. الدول العربية كتوصل للجويه ديال ملي كنوصلوا سميتو 53، السعودية، الكويت 63، ياك 5 ولا لا سي سا 53، لا الكويت اللي 63. المغرب قلت لكم قبيله النقطة 38 هي النقطة اللي كانت عندنا السنة الفارطة، ولكن الرتبة فيها تراجع كبير غنحدوا هذاك، وصلنا المستوى ديال الترتيب 97 على 180 دولة. دونك اوني دون لو تيير سوبيريور ديال 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 الفساد. هادو بعض المعطيات اللي كيديروا العلاقة بين الوضعية الديمقراطية ديال البلاد والمشكل ديال الرشوة على المستوى العالمي. على المستوى العالمي عندنا مثلا الدول اللي كتعتبر فيها ديمقراطية فول ديموكراسي ولا بلان توتالمون بلان، كان عندهم ان سكور موين، عندهم واحد المعدل التلقيط نقطة 73. دونك ها المستوى ديال الدول اللي كتعتبر عندها الديمقراطيه طالعه واصله لواحد المستوى. اللي عندها الديمقراطيه ديفيكتويز فيها مشكل وعطاب ولا اعطاب كثيره كاين 48. كاين اللي بين هذا وبين وبين ما كتعرفوا واش ديمقراطيه ولا ماشي ديمقراطيه 36. واللي فيها دي ريجيم اوتوريتير ديسبوتيك اللي غياب المؤسسات والديمقراطيه وهذاك عندهم 29 هو في المعدل هادشي مستوى جد هزيل. هاد المعطيات كتبين بانه المشكل ديال الفساد ومحاربه الفساد هو عنده علاقه وطيده بالمشكل ديال الديمقراطيه، علاقه وطيده جدا بالمشكل ديال هذاك. لو سكور موين ديال 2023 سولون لا ديموكراسي الكتورال حسب الانتخابات، في علاقه مع الانتخابات اللي عندهم انتخابات وانتخابات نزيهه وداك الشيء في المعدل 53،
اللي ما عندهمش في المعدل 31. هنا هادو كلهم معطيات كيبينوا بانه كاين واحد الارتباط كبير بين المشكل ديال الاصلاحات ديال المؤسسات ديال لو فونكسيونمون ديال المؤسسات ديال الغياب ديال الافلاس من العقاب ديال اشياء كثيره اللي داخله في هذا الشيء ديال المشكل ديال الديمقراطيه ولا غياب الديمقراطيه. بالنسبه للمغرب نجيو شويه افيك ان بو بلوس دو ديتاي. المغرب كيف قلت من قبل كان عنده 38 نقطة 38 على 100 في 2022 وعنده في 2023 38 كان اللي قلب ما وقع مشكل ما كاينش احنا ستابل لا ستابيليتي دو بي او فيت الى بيردو لا كثر الى بيردو 3 نقاط بالنسبه للسنه الفارطه. كان في الرتبة 94 رجعنا في الرتبة ديال 97 ولكن اللي غتشوفوا من بعد هو اللي أخطر. لو سكور مويان دو لا ريجيون هي مقارنة عطيتكم ديال المعدل ديال الدول ديال العربية أساسا من سنة من بالنسبة ل 2022 وبالنسبة للكلاسمون لو سكور ديالهم والكلاسمون كاين بحال دابا دول كليبيا عندها ان سكور 17 ومرتبه 171 كاين سوريا مرتبه 178 وعندها 13 الدول اللي ما عندها واحد المستوى احسن بحال دابا كاين سميتو البحرين عنده نقطه 44 والترتيب ديالو 69. المغرب كيف قلنا من قبل فين هو كنشوف المغرب المغرب عندنا كانت عندنا في 2022 38 وصلت ل 1094 هذا هو تيظهر لي بين لي غراف اللي كلهم يكون مهم جدا ملي كنبغيو نقيموا الوضعيه ماشي على سنه وحده على مده طويله. وكيف قلت لكم من قبل منذ 2012 مؤشر ملامسات الرشوة المتابعة ديالو ممكنة والمقارنة ممكنة ودونك يمكننا ناخذ النقطة المعدل ديالها ونشوفوا كيفاش مشى. 2012 كانت عندنا 37 2013 37 2014 39 هبطنا 36 عاود في 2015 طلعنا 37 وتحسنا الوضعية شيئا ما ولكن دون لابسولي 43 احنا بحرس المويان العالمي اللي هو في الحقيقه حتى هو معتبر وضعيه فساد غير حسنه. دونك طلعنا 43 وعاود هبطنا من 2018 الى 2023 في زلاقه هابطين زد حتى وصلنا 38. دونك ملي كتحلل على اون غروند بيريود كتشوف بان المغرب اما طالع هابط من نقطه وجوج اتسيتيرا ولكن هو في موقع مدني بزاف وكاين تراجع كبير منذ الوضعيه ديال 2018. واش الكوفيد هو اللي دار هذا الشيء؟ لا. في على المستوى ديال الترتيب المغرب كيف قلت لكم كاين علاقه بين التنقيط والترتيب. النقطة ديالنا هي اللي كتعطينا الترتيب ديالنا على المستوى العالمي. 2012 كنا 88 من بعد طلعنا ل 91 طلعنا صافي ديما ما تقدمناش. من بعد في 2015 90 في 2017 91 وفي 2017 91 هبطنا حتى ل 73 نقطة الترتيب ديالنا 73 تحسن حيث كانت عندنا النقطة 43 ومن ثم وحنا عاود طالعين في الترتيب حتى وصلنا دابا 97 لا ديرتي المقارنة بين 73 و 97 عندنا 24 رتبة اللي ضاعت للمغرب 24 رتبة مقارنة مع دول أخرى جد جد مؤلمة كيف كنا نقولوا واخا نربحوا الماتش هذه الليلة. دونك من ناحيه الفساد
المغرب ما كيديرش مجهود، المغرب ما كيحاولش يدير الاصلاحات الاساسيه باش يمكن له تكون محاربه الفساد. وغنرجعوا لواحد النقطه اللي حاليا نتوما في الصحافه كتداولوا عليها ايتترا، ديال لاسينيسمو ولا ماشي لاسينيسمو ايتترا، ويمكننا نتذكروا على التجربه ديال المغرب في هذا الميدان. المغرب كيف قلت لكم شويش ديال التدقيق، ديك النقطة 38 هي في الحقيقة معدل ديال جميع لي زونكيت اللي كداروا. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 ديال لي زونكيت اللي داروا على المغرب في 2023. كاين وورلد جاستيس بروجيكت 36، كاين وورلد ايكونوميك فوروم 45، كاين فاريت ديموكراسي 36، وانت ماشي حتى لبيرست سيلمان فونديشن 29 نقطة. دونك الرقم الأدنى ديال التنقيد المغرب ماشي 38، هو 29. 29 راه ماشي للجوية الصومالي. دونك وبالنسبة الأكبر كاين بي اس انترناسيونال كونتري ريسك. هنا راه كاين واحد النقاش ما يمكنناش ندخلوا له هنا لان خصو الوقت، لان بعض المرات كيكون اختلافات في لي كريتير المستعمله. كاين بعض لي كريتير اللي كيحاولوا يشوفوا اكثر القضيه ديال لي زافير البيزنس، وكاين اللي كيركزوا اكثر على القطاع العام شويه. دونك هنا عندنا نقطه 48 اللي هي اكثر، وعندنا 29 في المعدل 38، ولكن كاين واحد كوموندي واحد ليكار تيب امبورطون، واحد ليكار بين النقاط ديال المؤسسات اللي كتدير التنقيط. هذا هي رابيل، هذا الجرافيك كنا درناه السنه الفارطه درناه، لان مازال ما خرجش التجديد ديالو. العلاقه بين بالنسبه للمغرب ديال النقطه ديالو في الديمقراطيه هي تقريبا كانت 4.66 في 2015 وطلعت 5.05 في 4 في 2020. ولكن على المستوى العام المشكل ديالنا هو هذا المستوى هزيل من ناحيه ديال التنقيط ديال الديمقراطيه كبلد. مقارنه مع بعض الدول الغربيه ولا الدول الاوروبيه، كاين التنقيط ديالهم في الديمقراطيه طالع حتى 9.9 حتى هذا المستويات هذاك. دونك من بين الاشياء الاساسيه اللي يمكننا نناقشوها واخا يكون اراء مختلفه عليها، هو المغرب راه محاربه الفساد هي اولا بناء ديمقراطيه، بناء مؤسسات، بناء قضاء مستقل، بناء اشياء اللي غتكون باستمراريه كتعامل مع المراقبه ولا هذاك لي مارشي بيبليك الصفقات العموميه اللي واقع فيهم داك الشيء غريب. وكاين دي رابور ديال لا كور دي كونت اللي كتبين بان واش غنتعاملوا معاهم بشي حمله ولا نص حمله ولا ربع حمله؟ نو، خاص يكون المؤسسات والهيئات لي ميكانيزم اللي كاين كلهم يطبقوا المراقبه الحازمه، وما يكونش في واحد النوع من الافلاس من العقاب اساسا بالمستويات العاليه. احنا عندنا في المغرب امهاتنا كيقولوا ملي كتبغي تغسل الدار الدروج كتبدا من الفوق ماشي من التحت، كتبدا لان سينو الوسخه ديال يرجع لك. دونك كتبدا تغسل من الفوق. هذا هو كذلك بعض المعطيات عن لانديس لا ليباتي داخل، هو في الحقيقه داخل كذلك في الديمقراطيه. المشكل ديال الوضعيه ديال الصحه ديال لا ليباتي ديكسبرسيون والصحافه وداك الشيء، كاين مشاكل اللي كتعرفوها انتم كذلك. كان اخوان اللي داروا اعمال للتحقيق في ميدان الفساد وداك الشيء وتابعوا، وكان عقوبات كبيره، وكاين ظلم كبير في هذا الميدان شيء كتعرفوه. وبالنسبه لنا ملي كنهضروا على الديمقراطيه وعلى الحريه التعبير وعلى المؤسسات اللي كتخدم، كنهضروا على ما نسميه الثقافه الدوليه ديال نظام الوطني النزاهه. النظام الوطني النزاهه هو نظام كي كل شيء خدام فيه بنزاهه. القضاء، لي انستيتيسيون دو كونترول، الامكانيات ديال الكونتر بوفوار، المجتمع المدني، الصحافه، كل شيء خدام وخدام بحريه باش
نحافظوا على المال العام ونحافظوا على تسيير المرافق العمومية. انا ما دابيتود ملي كنجيو هذا الاخير كنقولوها لي ريكومونداسيون ديالنا واللي كتجي من دراسات مختلفه اللي كنقوموا بها ولا كيقوموها واحد اخر. دابا حنا اللي يمكن لي نقول لكم هو حنا ضيعنا الوقت بزاف ومازال كنضيعوه. لا ما كانتش اراده حقيقه اراده سياسيه ديال تطوير، لان عندنا قوانين مثلا نعطيكم القانون ديال الوصول للمعلومه ضربنا عليه باش يوصلوا ليه باش هذاك، وفين هو التطبيق ديال قانون وصول المعلومه؟ كاين اشياء اساسيه اللي المغاربه مساكن ما قادينش، ما كاينش لو ميغطا عليهم اكسيتيرا. دونك المشكل ديالنا هو واش كاين اراده سياسيه حقيقيه لاصلاحات كثيره اللي ماشيه في اتجاه ديال تطوير المؤسسات والشفافيه ديالها والرقابه. وين بتيت بارونتيز يمكن الاخوان يرجعوا لي لها ويمكن نشوفها في النقاشات بيننا، القضيه ديال الحملات ديال داسانيسمو ولا ديال التطهير ولا ديال التخليق، ولا راه كاينين بالعاف في المغرب 1996 الا كنتو الناس اللي شويه كانوا كبار بحالنا، كانت حملة وهذاك في الثالث سالات بوالو سالات بوالو عدم تطبيق القانون. كان في الغوفرنمون دالتيرنونس كان التخليق، وفين هو التخليق؟ كاين مشكل ديال اساسي ماشي حملة ديال اصلاحات اساسية دستورية اللي غادي يمكن لها تعطينا الادوات باش نحاربوا الفساد في هذا البلاد. والمغرب في حاجة الى المال العام ديالو، لان الامكانيات المالية ديال البلاد ضعيفة وما خصهاش تهدر. شكرا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.